هل حضرتك تفتكر أي موقف سواء حلو أو وحش، مضحك أو أي موقف في السوبر ده؟ هو حاجة خاصة كده، عايزين حاجة جديدة كده محدش يعرفها. الموقف ده زي ما تقولي حضرتك، أنا زي ما تقولي كان مناسبة قبلها، كان مناسبة عيد، فاحتفلوا بيا. كان عيد الميلاد المجيد السيد المسيح، فاحتفلوا بيا في النادي. ففي شخص كنت دايما يقول لي اشرف، كان في المعسكر، يا اشرف القبله ازاي؟ انا مش عايز اقول له انا مسيحي، انا فاقول له القبله كده. فطول المعسكر صلى القبله على القبله بتاعتي انا. يا خبر يا كابتن. فانا بعتذر له، خلي بالك. فهو بعد كده احتفلوا بيا، الله يرحمه الكابتن سمير السيد، واحتفلوا وجابوا تورته والكابتن الجوهري. فدخل الشخص ده بدون ذكر اسمه برضه لانه شخص عزيز عليا، فلقيته بيهاجمني، قول لي يا عم ده انا كنت جبت لك هديه، انت تخليني اصلي 10 ايام، حرام عليك.